الفيديو ده انا مش جايب لك طريقة ربح، مش جايب لك حاجة هتخش تعمل بعض التاسكات، او جايب لك حاجة مجانية تخش تعملها وتكسب بعض السنتات او بعض الدولارات الصغيرة. النهاردة انا جايب لك مشروع عمل كبير، لو اشتغلت عليه هتقدر انك تعتمد عليه كربح كبير جدا جدا ليك، وحاجة فعلا هتطلع لك ارباح بالالاف مش بالمئات. فلو مهتم كمل معايا الفيديو. اهلا بكم مره ثانيه شباب، معكم عبد الله سيد، درس جديد من دروس الربح من الانترنت. زي ما انت سمعت في مقدمه الفيديو، النهارده انا هديك طريقه عمل او مشروع، فكره مشروع كويسه جدا 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 ممكن تشتغل عليها على الانترنت بتليفونك بس، او لو حتى معاك لابتوب تقدر تشتغل بيه. حاجه فعلا قويه هتجيب لك ارباح محترمه، ولازم نستغلها كلنا في الوقت ده، لان دلوقتي ده الوقت بتاعها. كمان شهرين ثلاثه مش هيكون وقتها، ومش هتكون شغاله زي دلوقتي. فاللي هيشتغل دلوقتي هو اللي هيقدر يكسب فيها كويس جدا. المشروع هو مشروع اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن النهاردة هنعمله بطريقة مختلفة، علشان الطريقة دي هي اللي ماشية دلوقتي، او هي اللي زي ما قلت لكم ده الوقت بتاعها دلوقتي. فخلينا نخش على الكمبيوتر واشرح لك ايه المشروع بتاعنا بالظبط، ونعرف هنكسب منه قد ايه. يلا بينا. طيب يا شباب، اهلا بكم مره ثانيه. زي ما انتم شايفين قدامكم كده، دي قناتكم دكتور ايفنز. لو انت مش مشترك في القناه فعل زر الجرس على الكل، هيفوتك كتير جدا جدا، لان الفتره اللي جايه دي كلها هننزل حاجات ان شاء الله سهله جدا وبسيطه، وافكار جديده للربح من الانترنت. طيب المشروع بتاعنا كالاتي، احنا قبل كده اشتغلنا على الانستجرام، واشتغلنا على الاكونت ده، وشرحنا عليه حاجات كتير جدا جدا. شرحنا عليه طرق التسويق على الانستجرام، وشرحنا عليه طرق تكبير حسابات الانستجرام، وشرحنا عليه برضو طرق بيع حسابات الانستجرام، وشرحنا عليه ازاي تزود التفاعل على حسابات الانستجرام. الحمد لله نفذنا كل الحاجات دي، وزي ما انت شايف قدامك كده عندنا 34000 متابع. ده طبعا بالطرق اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت، وعندنا زي ما انت شايف قدامك برضو التفاعل كويس جدا على البوستات دي، برضو بالطريقة اللي انا هديها لك النهاردة، وبالطرق اللي احنا اشتغلنا عليها في الفترة اللي فاتت. فحصلت حاجه جديده وقلبت الدنيا، وهي تطبيق ثريدز، او التطبيق اللي نزل جديد من شركه ميتا، او التطبيق اللي نزل جديد من شركه انستجرام، ايا كان انت هتقول عليها ايه. تطبيق ثريدز المنافس لتويتر. التطبيق ده في اول كام ساعه نزل فيها جاب مش عارف 7 مليون تقريبا مستخدم، فجاب ارقام كبيره. الحلو بقى ان التطبيق ده معمول له كونكت مع الانستجرام، يعني انا دلوقتي لو نزلت التطبيق ده على التليفون هقدر ان انا اربطه بالاكونت ده بنيو لايف سيل. والحلو بقى ان هيكون عندي في تطبيق ثريدز نفس ارقام المتابعين، اللي هي 34000 متابع في ثريدز، نفس ال 34000 متابع دول هيكون عندي في ثريدز، ونفس اللي انا عامل لهم فولو هيكونوا برضو موجودين في ثريدز. ف هينزل معايا التطبيق بنفس الاسم، بنفس لو انا معمول لي فيريفيكيشن كمان، او العلامه الزرقاء هتكون موجوده، وبنفس المتابعين وبنفس كل حاجه. فهنا بقى القصه، عندك الاكونتات الكبيره، الاكونتات الكبيره والناس اللي معمول لها فيريفيكيشن اوريدي، زي الناس المشهوره على السوشيال ميديا بشكل عام اللي انت بتتابعهم نفسك. يعني شوف كده ايه الاكونتات الناس المشهوره اللي انت بتتابعهم واللي نزلوا ثريدز فعلا وعملوا اكونت على ثريدز. هتلاقيهم عندهم ثريدز وعندهم بوستات على ثريدز، ولكن مش بيجيبوا تفاعل. ليه؟ لان مش كل الناس اللي عامله لهم فولو اصلا عندهم ثريدز، او مش كل الناس، مش كل المتابعين بتوعهم نزلوا تطبيق ثريدز. فانت ايه اللي انت هتعمله؟ هتخش على الاكونت اللي انت تشوف عنده كميه فولورز كثيره جدا، ولكن في نفس الوقت التفاعل عنده قليل. فطبعا هتلاقي منهم كتير قوي، هتلاقي منهم كتير قوي فعلا دلوقتي. هتخش عليه وبعد كده تروح تكلمه، تخش على البوست بتاعه وتروح تكلمه، هتضغط على علامة الانستجرام بتاعته، هيوجهك على الانستجرام. هتروح مكلمه على الخاص، هتكلمه على الخاص تقول له ايه؟ انصحك انك تشتغل مع الناس اللي انت تعرف تتكلم معاهم كويس، يعني ما لو انت ما بتعرفش انجليزي ما تتكلمش انجليزي، اتعامل مع العرب، لان زي ما قلت لك دلوقتي الطريقه دي شغاله. هتشتغل بقى مع العرب، هتشتغل مع الاجانب، هتشتغل مع كله، ولكن ركز فيها كويس. الطريقه دي انا ما شفتهاش على اليوتيوب، انا يعني فكرت فيها ممكن يكون حد نزلها بس انا ما شفتش الفيديو، ولكن دي فكرتي الخاصه. تمام. دلوقتي انت هتروح للشخص ده، هتفتح اكونت الانستجرام بتاعه، وهتروح تكلمه على الخاص تقول له انا شايف ان مفيش تفاعل عندك على ثريدز، وانت مهتم انك تنزل بوستات عليه،
فبالتالي ما بينزلكش تفاعل علشان متابعينك لسه ما نزلوش ثريدز. فايه رايك ان انا ازود لك التفاعل بتاعك لحد ما المتابعين بتوعك ينزلوا ثريدز ويشوفوا البوستات بتاعتك؟ هيقول لك تمام، هيسمع منك الاسعار. فتعال نشوف يا طويل العمر الاسعار بتاعتنا. هنخش هنا على موقع sixers.com، هنضغط هنا هتلاقي ضاف حاجه اسمها ثريدز، ودي الخدمات اللي ليها علاقه بثريدز. تمام، هتلاقي هنا ثريدز لايكس، دي اكتر حاجه هتطلب منك اللايك، اكتر حاجه هتطلب الناس تعمل لايك على البوست اللي هو بينزله. فهتروح تكلمه هتقول له انت عندك التفاعل قليل جدا، في حين انك مكتوب عندك انك عندك مثلا 1,000,000 فولور، والتفاعل قليل جدا لان الفولورز بتوعك لسه ما نزلوش تطبيق ثريدز، فشكل الاكونت كده مش افضل حاجه. فايه رايك تشتري مني بعض اللايكات وبعض المنشن وبعض الكومنتات وبعض الشير، كل حاجه موجوده بمقابل مادي صغير جدا. هيقول لك ايه؟ اديني الاسعار بتاعتك. انت عندك هنا ال1000 ب $4.5 1000 لايك، وهنا برضو عندك نفس ال1000 لايك ب $4.5، وعندك ال1000 فولور ب $3. يعني لو حد بقى لسه فاتح ثريدز جديد وعايز يتشهر فيه بسرعه، وعشان لسه التطبيق جديد ممكن ان هو يعمل الحركه دي ويشتري فولورز. تمام، عندك ثريدز منشن ب $25 لل1000، عندك كومنت ل $9.5 لل1000 كومنت. تمام، وعندك ثريدز كومنت للفيريفايد اكونت، يعني حد يعمل لك كومنت ولكن يكون الاكونت بتاعه عليه العلامه الزرقاء، ودي ب 35 سنت للكومنت الواحد فقط. فعندك كل العروض دي، ممكن انك تحط نفس العروض دي كده قدامه وتقول له انا عندي العروض دي وممكن اديها لك بسعر كويس، انت بس هتزود هامش بسيط. الهامش البسيط ده هيكون عامل ايه؟ هيكون مثلا بدل $4.5 هتخليها، بدل $4.5 هتخليها $7 $8. تمام، او $8.5 $9 اللي انت حبه، بس انت تظبط اسعارك على حسب الناس اللي انت هتواصل معاها. فمثلا خلينا نقول ان انت هتتواصل مع مشاهير كبار ومهتمين بثريدز ولكن المتابعين بتاعهم لسه ما نزلوش ثريدز، هتعمل ايه؟ هتروح قايل له انا عايز ابيع لك اللايكات دي ب $9 بدل $10، هبيعها لك ب $9، 1000 لايك لكل بوست، يعني كل 1000 لايك هديهم لك ب $9، وانت بتدفع فيهم $4.5، فانت بالتالي الربح بتاعك $4.5. تمام، فانت الربح بتاعك 100%، انت بتدفع 4.5 بتكسب 4.5، فاهمني؟ فالربح بتاعك 100%. خلينا نقول بقى انك اتفقت كلمت 500 واحد، ال 500 واحد خمس اشخاص بس اللي ردوا عليك واشتروا منك. في الخمس اشخاص دول هيتواصلوا معاك وهيشتروا منك كذا حاجه، يعني مش هيشتروا منك حاجه مره واحده، لا هيشتروا منك كذا مره، هيشتروا منك في كذا بوست، يعني كل بوست هيشتغل مثلا اول شهر لحد ما الناس كلها تنزل ستريتز، او اول شهرين هيقول لك كل بوست هنزله عايزك تحط لي عليه 1000 لايك، وتبدا انك تاخد منه ارباح كبيره جدا جدا جدا. لو انت بتكسب في البوست الواحد حوالي $5 والشخص ده نزل 10 بوستات، فانت شوف بقى انت تكسب $50، يعني حوالي $50 ربح لكل 10 بوستات. فالناس دي، الناس المشاهير، الناس الكبار هتنزل قد ايه؟ مش بقول لك اكبر ناس، لان الناس الكبيره قوي هتلاقي متابعينهم نزلوا ثريدز، او على الاقل نسبه كبيره من متابعينهم نزلوا ثريدز، فبالتالي عندهم تفاعل. لا يعني تخليك في الناس المتوسطه اللي عندها 1,000,000, 1,500,000، عندها قربت تدخل على 1,000,000، تواصل مع الناس دي، والناس دي اكيد ان شاء الله هتلاقي حد فيهم او شخصين ثلاث اشخاص تواصلوا معاك وقالوا لك احنا عايزين نشتغل معاك وعايزينك تقوم لنا الاكونت بتاعنا. طيب علشان تعمل كده مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تعمل اكونت انستجرام بالخدمات بتاعتك، يعني اكونت انستجرام معمول علشان يقدم الخدمه دي، تمام، وتتواصل عن طريقه، لان ده هيدي ثقه اكتر للناس اللي انت هتتواصل معاها. فبالتالي هتعمل اكونت انستجرام للخدمات الرقميه او خدمات السوشيال ميديا، هتعرض عليه بوستات بتعرض فيها الخدمات بتاعتك، ممكن تصمم البوستات دي على كانفا عادي جدا، هتعرض فيه الخدمات بتاعتك، وبعد كده هتروح تتواصل مع الناس من ثريدز، هتاخد اكونتات الانستجرام بتاعتهم، هتتواصل معاهم على الانستجرام على الخاص، تبعت لهم رساله محترمه كده ممكن تكتبها، او ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يكتبها لك، وصرحنا كده كتير، هتخلي الذكاء الاصطناعي يكتبها لك او انت تكتبها بشكل محترم، وتعرض فيها الاوفرات بتاعتك او العروض بتاعتك وتبعتها للاشخاص دي. الاشخاص دي لما يشوفوها وحد فيهم يكلمك هتبدا انك تبيع له الخدمه عن طريق انك تشتريها من موقع سيكسرز، ما خلينا نقول ان احنا عايزين نبيع لايكات،
وهنا هتحط لينك البوست بتاعه، وهنا هتقول له ان انا عايز اشتري لايكات. ممكن تعمل 20 لايك بس، يعني شايف ال 20 لايك ب 8 سنت فاهم، فانت ممكن تدي له 500 لايك بس، ممكن تخليه يشتري 500، قول له تقدر تشتري اقل حاجه 100 لايك تمام، وحط الربح بتاعك بناء على ذلك، وحط هنا عدد اللايكات اللي انت عايز تبيعها، وبعد كده هتدفع فيها المبلغ ده، تضغط على سبمت بس. طبعا ما تعملش اي حاجه من الكلام ده غير لما تستلم فلوسك. وعلشان تحسن الشغل بتاعك او عشان تحسن منظرك، لما تيجي تكلم شخص ادي له مثال. يعني ايه؟ يعني روح ضيف له 100 لايك على بوست بتاعه، هتلاقي بوست عنده ميت ما عندهوش لايكات كتير، قول له انا ضفت لك هنا 100 لايك لسه متضافين دلوقتي، وده الدليل بتاعي ان الخدمه بتاعتك كويسه وسريعه جدا. فهتلاقي ناس كتير ان شاء الله كلمتك، وهتعمل شغل محترم جدا 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 لو اشتغلت على الطريقه دي. انا اسف لو طولت في الكلام ومفيش شرح عملي قوي، ولكن انا شرحت لك كل حاجه بالتفصيل. فابدا بقى اشتغل واجتهد من نفسك، وان شاء الله هتطلع شغل محترم. دي كانت كل حاجه درس النهارده، اتمنى اكون افدتك. لو معلومه صغيره، لو انت عايز حاجات مجانيه 100% ما فيهاش راس مال، هتلاقي فيديوهين ظهروا قدامك دلوقتي مجانيين 100% هتقدر انك تشتغل بيهم، حتى لو معكش راس مال، حتى لو انت لسه بادئ على الانترنت، فممكن تبقى تبص عليهم هيفيدوك اكيد لو انت عايز طرق مجانيه. دي كانت كل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.